الحياة أن تمنحك وقتا للفرح. كلما ترتبت لك فرصة لتسرق من عينها دقيقة سعادة لا تتردد. فالحزن صديق المنتظرين، والفرح حبيب الذين يسعون من أجله. الأحبة كالنجوم، لا نراهم لكن نحس بهم بضيائهم على شغاف القلوب فتنشرح الروح. وهكذا أنتم في زحام الأيام، يمضي عام تلو عام، وفي كل عام حقائق وأحلام، وحلمي أن أراكم بخير في كل عام. كل عام وقلوبنا بالحب في الله أنقى، كل عام وأرواحنا بذكر الله أتقى، وصفحات أيامنا بحب الخير ترقى. كل عام وعلاقتنا بأحبائنا بماء الورد تسقى، كل عام وأنتم بخير. مساء الخير، مساء الجمال من شاشة الصحة والجمال، مع حلقة جديدة من برنامج بيت المصريين. سعيدة جدا معاكم النهاردة، ساعات قليلة وبينتهي عام، بنودع 2020 وبيبدأ عام جديد 2021. إن شاء الله بيبقى عام سعيد كله حب وكله خير. بنتفائل، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. ودايما خلي حسن، عندنا حسن الظن بالله، وكل محنة لابد أن نحولها إلى محنة، إلى منحة، وناخد منها الحاجة الكويسة، وإن شاء الله نقول إن ده في عبرة. حتى الوباء اللي ابتلينا بيه ده ليه حكمة عند ربنا، لو ما ظهرهاش النهاردة أكيد في يوم في وقت هيجي هيظهرها وهنعرف ليه. بهذه المناسبة النهاردة عندنا حلقة بتدعو إلى التفاؤل. عندنا حلقة فيها عبقرة، فيها شباب، إن مصر لسه فيها شبابها بخير، مخترعين وعبقرة، بس محتاجين الفرصة إن يظهروا العبقرية بتاعتهم دي. من هؤلاء الشباب معانا النهاردة صاحب فكرة واختراع عربية تسير بالماء. يسعدني ويشرفني أن يكون في ضيافتي اليوم المهندس إسلام. أهلا وسهلا بحضرتك المهندس إسلام إيهاب السيد علي. أهلا وسهلا بحضرتك، نورت بيت المصريين. في البداية حضرتك عاوزين تشرح لنا وللسادة المشاهدين إزاي جات لك الفكرة، وإيه هي الفكرة بتاعتك على العربية اللي بتسير بالماء. هي الفكرة جات لي يعني إن العالم كله دلوقتي بقى بيدور على عربيات تمشي ما تكونش ضارة للبيئة، عشان العوادم بتاعت السيارات فمشوا مرب على العربية اللي بتمشي بالطاقة الشمسية. طبعا دي مش مجزية في كل البلدان. وبعد كده العربيات الكهرباء اما نزلت، تمام، وبعض الشركات بدأت تتنافس عليها. طبعا الموضوع ده برضو مش هيبقى مجدي قوي في السفر كلام من ده، لان البطارية يعني البطارات بتاعتها بتنفذ بعد 5 ساعات مشي متواصل. الفكره اللي انا يعني عملتها وكده هي فكره موجوده اللي اسسها عالم فرنسي سنه 1807. تمام، من قبل يعني موجوده الفكره. تمام، ما كانتش لسه اتنفذت. هي الفكره عباره عن خليه هيدروجين بتركب في قلب العربيه. الخليه ديت بتستمد قوتها من بطاريه العربيه الكهرباء بتاعتها. تمام، وبتحلل الميه، بتستخرج غاز اسمه غاز الهيدروجين، ومن عن طريقه بيتم تشغيل اي محرك بيمشي بالبترول بديل، يعني بديل للبترول. اي محرك بيمشي بالبترول انا بقدر ان انا احلل الميه من عن طريق الكهرباء، من عن طريق الخليه اللي انا بعملها، وبتشتغل عادي جدا بالميه. تمام، طيب دي بتنفع لكل العربيات، كل العربيات، الانواع، ولا النوع واحد فقط من السيارات؟ لا لا لا، اي عربيه بتمشي بالبترول سواء ديزل بنزين، اي عربيه بتمشي بالبترول بتنفع عليها الفكره عادي جدا، ما فيش اي حاجه. طيب ازاي بيتم تنفيذ هذه الفكره؟
يعني والتكلفة بتاعتها هل هي كبيرة ولا بتقلل التكلفة بتاعتها عن العربيات اللي بتمشي بالبنزين؟ هو كده كده عموما انا ما بفصلش اي حاجة في العربية، يعني العربية بتفضل زي ما هي، هي عبارة عن خلية وبتركب في العربية من الشنطة، بتبقى الفكرة عبارة عن زي خرطوم ماشي من تحت العربية مكان مواسير البنزين بالظبط، وطلع في قلب السروت البوابة بتاعت العربية. الفكرة مش مكلفة جدا، أرخص بكتير من فكرة الغاز الطبيعي وبس. تمام. حضرتك قمت بتجارب لفكرتك على الطبيعة، جربتها يعني في عربيات معينة. أنا أصلا من بورسعيد، عندي 3 عربيات في بورسعيد. تمام. ماشيين بالفكرة دي لغاية دلوقتي، وأنا كنت مصورهم منزلهم عندي على البيج. الموضوع نجح جدا على فكرة، وفي عربية ماشية بقى لها أكتر من 3 شهور بالفكرة، وفي منهم عربيه كانت تاكس، اعتمدت بالذات ان انا يعني اجيب عربيه تاكس، لان هو التاكس زي ما حضرتك عارف بيفضل ماشي على طول، ما بي فهيبين لي مميزات الفكره، ولو فيها عيوب هتبان برضو معايا. تمام. طيب حضرتك اشرح لنا بقى، هل بيكون العربيه فيها بنزين الاول وبنخلطه بالميه، ولا بنفضل بنزين ما فيش خالص وبيبقى الميه فقط هي اللي بتسير العربيه، ولا ايه اللي بتعمله يعني عشان الفكره دي تنجح؟ بتطبقها ازاي؟ في افكار كتير جدا انا برضو عملت سيرش وشفتها. لان حضرتك برضو ممكن تلاقي ناس تقول عليك اصل الموضوع ده قديم او مش جديد. صح، بس هم بيعملوا ايه؟ الموضوع عندهم نسبي، اللي هو مثلا 50% ميه 50% بنزين. بيحطوا ميه قليل في الاول، الطبيعي في كل عربيه بيحطوا ميه بس قليل. زي فكره الغاز، يعني هو بيدور الاول بنزين وبعد كده بيحلل الميه ويدخل الهيدروجين مع البنزين. تمام. الموضوع يعني الموضوع دلوقتي معاهم كان نسبي. وجه الاختلاف دلوقتي وجه الاختلاف في الخليه اللي انا عاملها، ان انا بلغي خالص البنزين عادي، انا ممكن الغي البنزين كله من العربيه، اي حاجه يعني مفيش اي حاجه ليها علاقه بالبنزين، والعربيه بتمشي بالميه عادي جدا. هتقفل بقى محطات البنزين. طيب حضرتك العربية بتحتاج لكم لتر من المية؟ هو علميا لتر واحد من المية يمشي العربية 1000 كيلو متر في الساعة. لتر واحد؟ لتر واحد من المية. تمام. يعني ممكن نقدر نعتمد على المية كل وجزئي في اليوم كله في السفر وكله؟ تمام. طيب معنا فيديو نشوف كده، وتعلق لنا حضرتك على الفيديو. الفيديو اهو. ايه ده بقى؟ ده برضو خرطوم الهيدروجين. العربيه ديت دي بدايه التشغيل يعني. ده بالميه. تمام. ماشي عندي برضو بقاله فتره بالموضوع دوت. التاكس ده انا فصلت منه البنزين اصلا، ونزلنا التانك وقصينا التانك وركبنا الخليه بتاعتنا جوه. وموصلين تحت من تحت خرطوم بتاع الهيدروجين، وده بقى له اكتر من 3 شهور ماشي بالفكره. تمام. وانا حضرتك احنا هنحط ميه عادي جدا مكان القصص البنزين، بنستبدله بالمياه. بنستبدله بالمياه. تمام. حضرتك برضو ده مش معناه ان انا ممكن يعني اوصف اي عربيه، لا انا ممكن اسيب العربيه زي ما هي نازله بمواصفاتها. حضرتك وانا اللي اعمل له يعني زي فكره اسطوانه الغاز كده، بعمل له خليه بركبها له في شنطه العربيه ويقدر يمشي بيها لو عايز يفصلها في اي وقت. نقول ده استبني يعني مثلا؟ لا اللي هو مثلا عشان ما يبوظش مواصفات العربيه، اللي هو مثلا ما نخليها زي ما هي، مكوناتها زي ما هي. بنحط ده زواده يعني زايد على الاضافات على كماليات العربيه نفسها، عشان ما يختلش بالنظام بتاعها. لا انا عادي، انا ممكن يعني بفصل بس النظام، يعني افصل مثلا الفول بامب اللي هو الرداخ بفصله، افصل كل ما يتعلق بالبنزين. تمام. واوصل له انا الفكره بتاعتي، الوصله الثانيه بتاعت المياه، بحيث لو عايز ارجعه تاني للبنزين يبقى عادي. ده يشتغل وده يشتغل عشان مواصفات العربيه ما يختلش باي حاجه. تمام. اشرح حضرتك كده. ده خرطوم الهيدروجين اللي وصل في التانك. السلك الاخضر دوت ده السلك بتاع الخليه بتاعتي اللي بيستمد منه، لان الخليه دي بتشتغل بالكهرباء. وصل على بطاريه العربيه. الخليه بتحتاج 12 فولت و33 امبير، يعني ما بتاخدش كهرباء عاليه من العربيه، زي لمبه زبق في العربيه.
تمام. حضرتك خدت براءة اختراع لاختراعك ده ومن قد ايه ان شاء الله؟ من 3 شهور. على اساس انه هيطبق بعد كده او ممكن تطبقه في المستقبل ان شاء الله؟ ان شاء الله انا بحاول يعني على سن انا بشوف العربيات دي تبقى ماشيه برضه، لسه بجرب الفكره، هي الفكره برضه ناجحه. تمام. ويعني في عربيات كتير قوي مشيت بيها بالموضوع دوت. في حد بيشجعك وحابب الفكره ان هو يطبقها معاك يعني؟ تمام. طيب هل العربيه عشان تشتغل بالميه محتاجه ان انت في تغيير او تعديلات على الموتور او المحرك بتاع العربيه؟ لا لا، الموتور زي ما هو، ما بعدلش فيه اي حاجه خالص. كل اللي انا بعمله ان انا بوصل الخليه بتاعتي، مفيش اي تعديل في المكنه، المكنه زي ما هي جدا، ما بعملش فيها اي حاجه. تمام. طيب المشروع ده لو اتطبق حضرتك على البيئه، هل هيبقى فيه اضرار على البيئه زي العربيات اللي بالبنزين؟ هو غاز الهيدروجين معروف ان هو غاز صديق للبيئه، ما بيطلعش اي انبعاثات كربونيه او كلام من ده. وبعدين برضه عايز اقول لحضرتك، غاز الهيدروجين هو مش جسم غريب عن الموتور. يعني غاز الهيدروجين اصلا البنزين هو اصلا غاز الهيدروجين، يعني البنزين فيها هيدروجين وكربون. انا من الاخر بستخلص الماده اللي هي الخام بتاع البنزين وبدخلها في قلب المحرك. تمام. فده هيدي كفاءه اكتر للمحرك، بيدي عزم 3 أضعاف العزم العادي للعربيه. كفاءه اكتر للموتور، بيحافظ عليه مده اطول. طبعا هو غير كده، احنا هو صديق للبيئه، ما فيش اي انبعاثات، كل اللي بيطلع بخار ميه من يعني لو انطبق ممكن يحل مشكله التلوث البيئي من عوادم السيارات. طبعاً. تمام. طيب معانا فيديوهات تانيه، حضرتك نشوف فيديو تاني حضرتك تعلق لنا عليه. هل حضرتك نفس المسافه تاخدها العربيه اللي هي بالميه بتمشي نفس المسافه اللي هي العربيه بالبنزين؟ بالاسرع 3 مرات، 3 أضعاف اسرع منها. اسرع منها 3 أضعاف. يعني بتحل ازمه كمان في المسافه وفي الوقت. اختصار للوقت. تمام. تمام. اتفضل حضرتك معانا فيديو تاني علق لنا عليه. ده برضو نفس العربيه، بس كانت قبل ما اوصل فيها الجهاز بتاعي. هنا انا منزل تانك العربيه وبنفصل مواسير البنزين خلص من العربيه. تمام. وبنقص التانك وبنركب جواه الخليه وبنقفلها في قلب العربيه تاني جدا. بس دي كده العربيه يعني ما عادش فيها اي حاجه وسائل للبنزين او غاز، حتى الغاز برضو احنا فصلناه من العربيه. دي على انواع مختلفه من السيارات، الفيديوهات دي حضرتك مجربها على انواع مختلفه من السيارات؟ هنا ما كانش فيها اي حاجه خالص راكبه، كنت انا بفصل برضو اي حاجه لها علاقه بالبنزين، اي حاجه لها علاقه بدائره البنزين عموما. تمام. وهل لازم ان احنا لازم نختبرها على كل انواع السيارات عشان نطبق المشروع، ولا بناخد مثلا عينات انواع معينه فباقي الانواع بالتالي هتكون تمشي فيها يعني؟ لا حضرتك، هو يعني تشتغل عادي على اي عربيه، ما فيش اي حاجه. يعني نعمل اختبار مثلا على عربيات معينه يبقى الباقي عادي؟ يبقى الباقي عادي، وانا عامل اصلا على كذا عربيه كمان يعني، كل العربيات، انواع العربيات والنقل وكل حاجه. بس الخليه بتختلف يعني، كل ما حجم موتور العربيه، حجم الخليه بيكبر مثلا على حسب حجم الموتور، حجم الخليه بتاعي بيكبر. تمام. اتفضل حضرتك اشرح لنا اي حاجه في الفيديو كده ليها علاقه. العربيه ديت اللي احنا كنا شفناها برضو من شويه، في واحده تانية برضو انا كنت فيديو تاني برضو هيجيبه لنا دلوقتي. اتفضل. دي اول طيب. عربيه انا نفذت عليها الفكره. مين وقف مع حضرتك في بدايه المشروع او في كفكره؟ كفكرة؟ لما تكونت الفكره عندك يعني، مين شجعك ان انت تكمل وتطرح وتفكر انه يكتمل، ان يبقى مشروع واختراع مكتمل؟ عندي في البيت طبعا والدتي، وانا اصلا كمان بمجال شغلي، لان انا اصلا شغال في مجال الميكانيكا، ميكانيكا السيارات. فكان متاح لي وسهل بالنسبه لي ان انا اقدر اجرب على اي عربيه يعني او كلام من دوت. حاجات خاصه بالبيت بقى، عشان ما لو باظت يبقى خلاص. يحصلش مشكله بقى، حاجات خاصه. تمام. في فيديو تاني معانا ممكن نشوفه. اتفضل حضرتك. ده هنا برضو بنشوف الفكره بتاعت غاز الهيدروجين بعد ما العربيه مشت بيه. قد ايه هي يعني بعد مسافه دي بقى؟ بعد مسافه. تمام. دي بوشهات الاحتراق اللي بتبقى داخل الموتور.
بنطلعها وبنتفرج عليها. هتبص هنا حضرتك هتلاقي ان البوجيهات عامله كربون ابيض اللي هو ده من الميه. ده من الميه. اه مفيش اي اضرار بالنسبه للموضوع ده. ما نقدرش نقول ان ليها اي اضرار. لا 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 ولا اي سلبيات ولا أي عيوب. اضرار ليه؟ لا لا تمام، يعني كلها نقول مميزات. حتى حضرتك البوجيه مفيش كربون اسود. اه مفيش تكوينات اللي هو ثاني اكسيد الكربون. وبرده مفيش اي ضرر على تمام. الخليه من الموضوع دوت، يعني ان في ناس كتير كانت بتقول ان حضرتك لا قدر الله لو حصل لها حاجه، يعني عيوبها ان ممكن لا قدر الله يحصل انفجار، يحصل حاجه. ان هو عباره عن غاز. ايوه ممكن في سخونه بيبقى في ضغط على الموتور هو في الميه، نفس الحكايه. ده ما فيش اي حاجه عن الموضوع ده خالص، بالعكس ده بيعمل تبريد اسرع للموتور ما يسخنش. وبعدين لا قدر الله لو حصل اي حاجه كده كده يعني مش هيحصل حاجه، دي ميه. انت فاهم حضرتك؟ الخليه بتاخد الميه، مش الخطوره اللي هي مش الخطوره الجامده يعني. تمام. طيب عشان المشروع ده يتطبق عايز تكلفة قد ايه؟ عاوز حاجات، عايز منح، عايز حاجات كبيرة يعني، ولا ممكن يتطبق بتكاليف اقل لو اللي هو بالبنزين، عربيات اللي مشت بالبنزين نقدر نقول التكلفة اقل يعني؟ التكلفة طبعا اقل بكتير، وده برضو على حسب يعني حسب السيستم اللي احنا هنطبقه، مثلا زي الغاز الطبيعي يعني خلي العربيات كلها تمشي بالموضوع دوت. تمام. وهيبقى برضه مجدي اكتر بكتير، يعني انا من رايي الموضوع ده يبقى مجدي اكتر بكتير. مفيش بلد ما فيهاش ميه. ما تواصلتش حضرتك مع احدى الشركات اللي خاصه بصناعه السيارات لانتاج هذا النوع من الاختراع، السيارات اللي تمشي بالماء؟ لا 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 الصراحه لسه يعني. طيب فكرت فيه كده يعني في انك تعمل تكون شركه مثلا او حد يشاركك؟ فكرت في حاجه زي كده ويعني يبقى انتاجك او شريك يعني بدل يعني. ما ايه او حد تدي له فكرتك مثلا او يشتريها وهو اللي يعمل المشروع ده؟ انا فكرت ان انا اللي اعمله بنفسي، انا عشان كده حضرتك انا بدات يعني امشي عربيات بيه، بحيث ان انا يعني اشوف كمان الموضوع ده قد ايه مجزي او طيب يعني في وجهه نظرك ممكن تاخد قد ايه مثلا؟ سنه، ست شهور، سنتين، على ما المشروع ده يوصل للنور ويتطبق عملي؟ هو الصراحه يعني انا حاسس ان هو ان شاء الله مش هياخد وقت، يعني لان لو في حد جد وطبق الفكره مع حضرتك ما ياخدش وقت ان شاء الله. لا ما ياخدش وقت ان شاء الله. تمام. في رساله تحب توجهها لمين في الاخر؟ تحب توجه رساله لمين؟ تشكر مين؟ مين وقف معاك؟ مين شجعك؟ تحب تقول ايه بقى؟ اشكر والدي لانه برضه هو اللي شجعني على الفكره ديت، ووالدتي طبعا عشان وقفت معايا. ربنا يخليها لك ويحفظها. في حد من المسؤولين في الدولة تحب تشكره او تواصل معاك او رحت له تقدم اختراعك؟ انا بعت طلب لرئيس لوزير التربية والتعليم والبحث العالي مع براءة الاختراع برضه، بحيث ان هو ينزل الطلب يعني، وان انا ادخل كلية ستيم بتاعت المتفوقين برضه، وممكن نطور الموضوع ده اكتر، نكمل بعد كده ان شاء الله. طيب في اختراعات تانية حضرتك فكرت فيها او مشروعات تانية، انجازات تانية لحضرتك يعني، افكار؟ هو انا لما قدمت الطلب ده برضه حضرتك، لان الغاز ده ليه بدائل كتير جدا، احنا ممكن نستخدمه في تقطيع المعادن، بديل صناعات الاستيلين، وحضرتك ممكن برضه نولد منه كهرباء. عشان كده انا كنت مقدم الطلب ده بحيث ان انا اقدر اخش. ان شاء الله ربنا يكرمك. طيب حضرتك لما جيت تقدم على براءة اختراع كانت الاجراءات سهلة ولا معقدة، ولا في عقوبات صادفتك عشان تاخد براءة الاختراع؟ لا يبقى باسمك. اخدت وقت كتير؟ لا لا خالص. معانا فيديوهات تانية؟ طيب اتفضل حضرتك كده تعلق لنا عليها. في فيديو حضرتك ممكن تعلق لنا عليه؟ تمام. هي دي برضه نفس هو غالبا هو نفس الفيديو برضه نفس العربية. كان في واحد تاني برضو اللي هو
اول عربيه جربت عليها الفكره كان بشكل مبدئي. ما هي هيجهزه التجربه بشكل مبدئي هيجهزه لنا. في احد الاصدقاء مع حضرتك في شاركك في فكره او في اي عمل او اختراع او كان معاك بيشجعك؟ لا صراحه من نفسك كده قعدت تفكر. طيب ناوي تعمل ايه؟ يعني الخطوات اللي ناوي تعملها بعد كده ان شاء الله، هتكمل كدراسة ولا هتكمل تشوف اختراعك يوصل للنور ولا تاخد خطوات فيه، ولا هتشوف اختراعات تانية او افكار تانية تقدر تحددها؟ قول لنا يعني ناوي تعمل ايه. نفسي اكمل في الموضوع ده اللي هو يعني اكمل الاختراع بتاعي لغاية ما يوصل للنور. الخطوات اللي ناوي تاخدها هتثقل مثلا نفسك بالدراسة؟ هو انا كده كده اصلا انا طالب في كلية نظم ومعلومات. تمام. وبمجال الدراسة عندي انا شغال برضو في مجال الميكانيكا. تمام. فيعني ان شاء الله ربنا يكرمك. معنا الفيديو الاخير، اتفضل علق لنا حضرتك معلش. ده برضو خرطوم الهيدروجين. ده عربية تانية برضو. العربية دي برضو ماشية بقالها فترة بالمية. وهنا برضو هيظهر لحضرتك شكل العادم وهو بيخرج من العربية عامل ازاي. حضرتك ده منظر العادم اللي بيطلع من العربية، هو عبارة عن مية، مفيش أي حاجة بخار، مية عادي جدا. وعلى فكرة كمان غاز الهيدروجين بينظف الموتور من جوه، بيعمله زي إعادة تنظيف من جوه. بيطلع كل الترسبات الكربونية اللي في داخله. تمام. حضرتك شرفتنا ونورتنا النهاردة. مش عايز توجه أي رسالة لأي حد ولا عايز تقول أي حاجة في نهاية اللقاء؟ أنا نفسي يعني حد من المسؤولين يتواصل معايا وياخدوا الموضوع بشكل رسمي وجد. رسمي إن شاء يعني وجد. ومناشدة احنا بنوجه، بنضم صوتنا لصوت حضرتك وبنناشد المسؤولين إن شاء الله إن هم يحتضنوا مشروعك ويظهر إلى النور. بنشكر حضرتك النهاردة. احتضن في قلبك من يستحق أن يكونوا معك في كل مكان، من يمنحونك الود الأنيق والاحترام الدافئ، من يجعلونك ترى الحياة بضوء مختلف، من إذا ما فرحت بسطوا قلوبهم لتقام سعادتك، وإذا حزنت هبوا يقاتلون الحزن لأجلك، حضورهم يغنيك عن باقي البشر، وأحاديثهم مطر تروى بها روحك، تجدهم حين تحتاجهم ويفتقدونك حين تغيب، هؤلاء اصنع لهم وطن في قلبك يليق بهم. إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي حلقة اليوم من برنامج بيت المصريين. كانت معكم صفاء بدوي، وإلى اللقاء في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.